مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الشعر ديوان العرب، الشعر ميزان المحبة بين الناس، والشعر كذلك يثبت أن اللغة العربية أم اللغات ولا يمكن أن تندثر يوما. فالشعر محفوظ باللغة واللغة محفوظة كذلك بالشعر. مشاهدينا الكرام، ضيف هذه الحلقة من بيت القصيد معنا عبر سكايب من دولة قطر الشاعر الأستاذ محمد السادة. حيا الله أستاذ محمد، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا وسهلا، يا مرحبا أخي مطر، ومرحبا بجميع مشاهدي قناة الرافدين. وكما ذكرت أن فعلا الشعر ديوان العرب. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك على الرحب والسعة دائما أستاذ محمد، وأنت أستاذ للكثير من الذين يعني يتقيدون بالكلمة الحسنة ويسعون لنشر رسالة المحبة والسلام في قلوب الناس جميعا، وهي غاية حسنة من غايات الشعر العربي. الحمد لله، وما عليك زود يا أستاذ مطر. الله يحفظك يعني أستاذ محمد، أنت سباق دائما. حبذا لو تحدثنا عن قيمة الحب أستاذ محمد، عن قيمة الحب، القيم السمحة التي يعني يكرس لها الشعر العربي الأدوات وكذلك كل تفاصيله. الشعر يستوعب الحب وينشر رسائل المودة والسلام. الشعر هو عموما يعني أحاسيس منبثقة من شعراء، والشعراء بشر، بشر تختلف طبائعهم ونفسياتهم. منهم المحب للخير والداعي للخير والمحبة، ومنهم من حكمت عليه ظروفه وتربيته، ويظهر ذلك في قصائده وفي شعره. تعددت الأغراض الشعرية، منها الحب والغزل وشعر الحكمة والموعظة، وهناك شعر الحماسة والشعر السياسي، شعر الوصف. في المقابل هناك شعر اللهو، وهناك شعر المجون والهجاء، والشعر الذي لا تستحسنه الأذن. لا نقلل من الشعراء الهجائين من أوزانهم الشعرية أو من الصور الشعرية، ولكن يعني الشعر يلم عن ما في القلب من أحاسيس ومن أشجان. هناك من الشعراء من يدعو إلى الجريمة، يعني ربما يكون في غير عصرنا، مثلا في العصر الجاهلي تجد الشنفرة يقول: دعست على عطش وبغش، دعست على غطش وبغش وصحبتي، سعار وإرزيز ووجر وأفكل، فأيمت نسوانا وأيتمت إلدة، وعدت كما أبدأت والليل أليل. ذهب إلى قبيلته وقتل منهم وأثكل نساءهم ويتم أبناءهم. يعني هذا ينم عن ما في صدر الشاعر من غل تجاه هؤلاء القوم الذين اشترقوه واستعبدوه فتعصلك عنهم. ومنهم الأرعن الذي يتمنى الذل له ولزوجته، يقول أو لحبيبته، يقول كثير عزة: لا ليتنا يا عز من غير ريبة، بعيران نرعى في الخلاء ونعزب، كلانا به عر، فمن يرنا يقول على حسنها جرباء، تعدي وأجرب. يعني في مثل هذا الشاعر يتمنى لمحبوبتي، لا، ويقول: إذا ما وردنا منها صاح أهله علينا، فما ننفك نرمى ونضرب. يتمنى الضرب والمرض لحبيبته. يعني هذا إذن الشعر عالم متعدد الأطراف، مترامي الأطراف، عالم جداً واسع جدا جدا. الشعر عالم واسع، يعني معظم، ولكل شاعر طريقته، لكل شاعر أسلوبه، لكل شاعر مشربه. صحيح، وأحاسيسه ومشربه صحيح، وأحاسيسه وما يجوش به فؤاده وقلبه. معظم الشعراء
يعني هؤلاء الشعراء الذين ذكرت هم يعني شعراء ليسوا من الأكثرية أو الأغلبية، ولكن غالب الشعراء وأكثر الشعراء لديهم الحكمة ووزن الأمور، ويظهر ذلك جليا في شعر الإخوانيات والعتاب والدعوة إلى الألفة ونشر الفضيلة والتسامح. معظم الشعراء يعني سنأتي على معظم الشعراء وعلى قصائد لهم وأمثلة، وكذلك على الكثير من قصائدك أستاذ محمد، لكن قبل ذلك محمد السادة أخبرنا عنه قليلا بما تحب أن نعرف عنه. والله محمد السادة يعني بدأت مع كشاعر يعني بدأت مع الشعر مثل معظم الشعراء الذين في جيلي، بدأت بالشعر مع الوالد رحمه الله والأعمام يعني ثم عملت في إذاعة قطر، وصلت إلى رئيس قسم المذيعين بإذاعة قطر. ما شاء الله. إذاعة قطر جعلت مني يعني مقدم البرامج، دائما مقدمو البرامج يقرؤون كثيرا ليقدموا ليستسقوا من العلم والمعرفة، فكنت في المكتبات يعني أقرأ الشعر وأقدم البرامج الشعرية. نعم، ولي دواوين شعرية، لي ديوان، أول ديوان أصدرته اسمه على رمل الخليج، ولي ديوان اسمه كثبان وأمواج، ولي ديوان اسمه بوح الحشا، ولي ديوان اسمه رسائل عبر القمر، وإن شاء الله لدي ديوان أعمل عليه لإخراجه حاليا. نسأل الله لك التوفيق. أستاذ محمد، الله يسلمك. قبل الله إكمال النقاش الجميل جدا برفقتك، نريد منك أن تفتتح لنا هذه الحلقة بقصيدة من مقولك لا منقولك، وإن كان منقولك جميلا إلا أن مقولك لا يقل جمالا عن منقولك ومحفوظاتك. نريد قصيدة من قصائدك العذبة حتى تقرأها علينا، تفضل أستاذ محمد. الله يسلمك. يعني أذكر أيضا كما ذكرت لي أنت، يعني الشعر هو ما يجيش به القلب، أيضا من الأغراض الشعرية حب الوطن. هناك الشعر السياسي، هناك حب الوطن. الوطن يعني الكثير في نفس الشاعر، فهو يعني الأهل والأصحاب، ويعني البيئة والطبيعة، ويعني الثقافة، ويعني التراث، وما غرسه الآباء والأجداد في نفس هذا الشعر. أقول: إذا قيس وجد فاقه في الدنا وجدي، تسير بما ألقاه بيد به تحدي، وتحمله الأنواء يهمي به الحياة، يسيل نميرا في ثرى القاع والصلد، يغيض بأرض تشتهي عذب مائه، فتعشب روضات على السهل والنجد، بها تنشد الأطيار لحن حنينها، وترقص أغصان على بسط الورد. سقى الله وصلا مر كالحلم عهده، وخلف أطيافا تزين مع السهد، بروضة أنس في الشمال نظارها. هنا عندنا في شمال قطر الأرض تخضر، ويذهب معظم الناس في المواسم الشتائية للروضات ويخيمون هناك. جميل أن تستوعب القصيدة مثل كل هذه التراثيات، تفضل زدنا. نعم، بروضة أنس في الشمال نظارها، وتغفو قناديل الرويس على البعد، وللبدر إشراق بغدرانها لها، وللشوق إحراق لمن غاب في الوعد. أيا قمرا قد فاض، أيا قمرا قد فاض منه ضياؤه، روى الأمس في صمت غني عن السرد، تعال نميط الليل عن حلل الضحى، نضيء زوايا الدار في الوطن الرغد، ندون في يوم الولاء مشاهدا، فبالخور وامسي عيد ترتفع الأيدي، وتلك دخان باللآلئ تزدهي، وفي الوجبة الغراء يعلو سنا السعد، أمير بها تهفو القلوب لذكره،
تميم الرقى العلياء بالعز والمجد، زعيم لقوم إن أشار تسارعوا، فداه يخوض الكريهة فداه يخوضون الكريهة كالأسد، ويفدون أرضا قد تغلغل حبها يا سلام بأنفسهم، يزداد في الهزل والجد ربوع لها التاريخ يشهد بالإبا، خصال الورى فيها كنبع من الشهد، ويحكي هدير البحر فيها ملاحما حقائق لكن كالأساطير في العد، تسطر آثارا من الحب والوفا، وترسم منهاجا من الصبر والكد، مضى أهلها والموج ظل يخطها على صفحة الشطآن في الجزر والمد، يا سلام. بها كف ملاح يعد لآلئا، بها وجه طفل بانتظار رؤى الجد، بها لحن نهام يذوب مع الصدى، به الريح تهوي بالشراع وبالصيد، بها عطر مشموم ولهفة عاشق، ودمعة ثكلى قد تهاوت على اللحد، وتلمع في البعد الغيوم وبرقها، ويرزم في أرجائها البعد بالرعد، ويهمي على خيماتها الغيث صيبا، وتصدح ورقاء على أفرع الرند، تذيع هوى أرض تجذر في الحشا، به قطر تعلو ذرى القلب، به قطر تعلو ذرى القلب بالود، بلاد حباها الله بالفيض والعطاء، وتبقى هبات الله بالشكر والحمد، وتبقى هبات الله بالشكر والحمد. شكرا لك والحمد لله على نعمة الوطن العربي الكبير الواحد المتحد في نفوس أبنائه، نعم وإن صحيح، كان الواقع يعني مريرا إلا أننا نحاول يعني تحسين هذا الواقع، وما رغبة الشعراء باستحضار كل المزايا الطيبة للوطن إلا محاولة للتصالح مع الجمال. أستاذ محمد، يعني نحن متفقون صحيح أن حب الوطن هو سجية وفطرة فطر الله الناس عليها، لكن نعم فكرة صحيح. كتابة الشاعر، اسمح لي، كتابة الشاعر لقصيدة عن الوطن، هل هي فعلا نابعة تكون دائما من رغبة وحب الشاعر، أم أنها يعني مجرد رفع عتب ضمير؟ ما رأيك؟ صحيح. والله يعني هناك يعني كما لاحظته من معظم الشعراء، يعني هناك شعراء يقحم نفسه في القصيدة في حب الوطن، ولكن بالنسبة لنا هنا في قطر يعني الحمد لله يعني هناك تلاحم وترابط بين القمة والقاع وبين القائد والشعب، لذلك فتخرج الكلمات تخرج من القلب في حب هذا الوطن. نعم وحب أيضا الأوطان كما ذكرت مجتمعة كذلك، أظن أن قلب الشاعر يتسع لكل الأوطان وليس منغلقا يكون على وطنه فحسب، ما رأيك؟ صحيح صحيح صحيح، يعني حب الوطن الكبير أيضا في قلب الشاعر العربي دائما. أقول في قصيدة: تمهلوا لا تغنوا لحن أوجاع، فما أفاقت من اللوعات أسماع، يا سلام، ما زالت الفازي المكسور، ما زالت الفازي المكسور يعرض لي مسلسلا دمعه يهمي بأضلاعي، بلقطة بلقطة من ربى الفيحاء باكية، ودمعة من أنين الشام في القاع، يا الله بغداد بغداد أين ابتساماتي التي ملأت أصيل دجلة فيه كان إقلاعي، بيروت فيك تركت البحر يملأني، نسيمه اجتاحني لم يرضى إرجاعي، ومن علا قاسيون الوجد طوحني، تلقفت شامه شعري وإبداعي، والفيض من مقلة الخرطوم أرقني، وبن صنعاء خطبي رغم إمتاعي، أما عميق جراح القدس تنكأه، أما عميق جراح القدس تنكأه، جرح تصدر دنيانا بإجماعي، يا الله، لكن تظلين بي يا دوحتي ألقا حبا
يدغدغني في كل أوضاعي. نسأل الله لأوطاننا جميعا أن تصالح الشمس وأن يدوم إشراقها دون انقطاع ولا زوال. أستاذ محمد، عن دور الشاعر في تكريس قيمة الحب في وجدان الناس والمتلقين وجعلهم يتخلقون بهذه الأخلاق، ألا وهي الأخلاق السمحة، أخلاق الحب، أخلاق التعايش. صحيح، لابد أن يشارك الشاعر أبناء بلده ووطنه في تربية الأجيال القادمة وغرس المفاهيم الصالحة في نفوسهم. ولكن من أين جاء هذا الشاعر؟ أيضا جاء من جيل آخر، من جيل قديم غرس في نفسه هذه الأفكار وهذه الأخلاق الحميدة وهذه القيم العالية. القيم، نعم، القيم أيضا في التراث، وما غرسه آباؤنا وأجدادنا في هذا الطين الفاني. أقول: تشكل الغيم باسم الراحلين بدا، وأومض البرق بالذكرى وما قصدا، وهز بالرعد أشجانا لمن حملوا بكل صدق سراج العلم متقدا. يا سلام. الحلم والصفح، الحلم والصفح والإيثار ديدنهم، وفي تبسمهم للآخرين جدا. إن تعطهم فصحة أعطوك معرفة، يفوق كسبا جناها المال والولد. يا سلام. بالقول منهجهم لين وموعظة، إن حاوروا مارقا أو جادلوا لددا، يقدرون مرور الوقت قد حسبوا في دقة علمه، والظل والمددا لا يفترون صلاة، لا يفترون صلاة أو مقارعة، أو أن يعيدوا سيوف الحق والعدد، أو أن يعدوا سيوف الحق والعدد، أو أن يميطوا لثام الجهل عن أمم بجهلها داست الأسفار والسند. يا سلام. وللطبيعة، وللطبيعة شأن في معارفهم، جابوا رحاب الفلا والبحر إن زبدا، تمعنوا بنبات الأرض واتخذوا من عشبها الطب والترياق والضمد، تفكروا في علا الأفلاك وابتكروا علم النجوم، وصار العلم معتمدا. للوقت والعلم والإنسان نظرتهم، للفرد في العيش إن يدنوا وإن بعدا، فسيروا جندهم كي ينقذوا بشرا مستضعفين لطاغ قد عثى وعدا. حنوا على كل ذي روح برقتهم وحزمهم، لو رآه المارق ارتعدا. يا سلام. قد سطروا بلذيذ الشعر سيرتهم، قد سطروا بلذيذ الشعر سيرتهم، ديوانهم وبه ديوانهم هو طبعا الديوان، الشعر ديوان العرب أكيد. قد سطروا بلذيذ الشعر سيرتهم، ديوانهم وبه التاريخ قد وردا. بالحرف شكوا نجوم الليل أسورة، وأنطقوا الصخرة شعرا أضحكوا الأسد، وشبهوا أول الشهر الهلال برا، والخد وردا ودمع المقلتين ندى، وأنزلوا البدر من أعلى ينادمهم، وأطفأوا الشمس حين الخل قد رقدا. يا قادمين إلى هذه الحياة، خذوا نهج الأولى، خذوا نهج الأولى لكريم العيش ملتحدا. يا قادمين إلى هذه الحياة، خذوا نهج الأولى لكريم العيش ملتحدا. خصالهم كنمير الماء، منبعها من حوض من لدروب الصالحات هدى. صلى الإله عليه كل من سدلت عرى الظلام، وإن وجه الصباح البدا، وإن وجه الصباح البدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن سنخرج إلى استراحة. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل، ابقوا معنا. يا عبد، كم من فارس خليته في وسط رابية يعد حصاها، والخيل تعلم والفوارس أنني شيخ الحروب وكالها وفتاها. يا عبل، كم من حرة خليتها
تبكي وتنعى بعلها وأخاها. يا عبل لو أني لقيت كتيبة 70,000 ما رهبت لقاها، وأنا المنية وابن كل منية وسواد جلدي ثوبها ورداها. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وما زلنا في رحاب هذه الحلقة من بيت القصيد، ومعنا من الدوحة الأستاذ محمد السادة الشاعر القطري الجميل. أستاذ محمد، حتى يكون موثوقا به مستأمنا على الجيل، ما المطلوب أن يتوفر به حتى يكون كذلك؟ عن الشاعر نتحدث. صحيح، لابد للشاعر أيضا أن يكون هو من داخله ذو خلق حسن ويحمل هذه الصفات، يعني لا يأمر الناس بمعروف ومن داخله هو فاسد، يعني لابد أن هو الشاعر نفسه يتحلى بالأخلاق الحميدة والفاضلة، ولابد أن يعيش مع نفسه ويصلح ما فسد منها. يعني قولك يصدق قول أحدهم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت. صحيح. عظيم. فلذلك محاسبة النفس الدائمة يعني شيء ضروري لمعظم الناس وليس للشعراء. أنا أخاطب نفسي وأقول ذوت أيام عمرك فاستقيمي. فما عيش النفوس بمستديمي. دعي بحر الأماني فهو وهم، سراب من هوى القلب السقيم. أغرك في الشباب بريق نجم، وبدر قد تضاحك للنديم. وهل أشفى غليلك عذب وصل، وعطر قد تسرب في النسيم. وهل زادت ليالي الأنس طولا، أم ارتحلت وصارت كالهشيم. إيه. على جدر الزمان نقشت سفرا به الأجساد تفنى في الأديم. وبين الموت والميلاد درب تضيء خطاه للفطن الحكيم، وتلبسه التجارب ثوب حلم، وتنئيه عن اللغو العقيم. ويسرج مهره للمجد شأوا، ويبحر في مدى الفكر السليم. يجود على الأحبة في حنان، ويعزف عن مجارات اللئيم. ببسمته يذيب لظى التجافي، بها يبدي المودة للنديم. يلوح الفجر في عينيه ودا، ويرقى بالسجايا للسديم. ليقطر من كروم الروح وجدا، يداوي لوعة الصب الكليم. أيا من روحه امتلأت ضبابا من الحسرات والهم الجسيم. فلا تقنط وقم واسجد طويلا، وثق بالصفح من رب رحيم. أيا نفسا تمادت في هواها، أميطي عنك أثواب الجحيم. ووشي سفر عمرك بالتداني، فإن الوصل من طبع الكريم. ورشي عطر حرفك في البوادي ضحا أو في دجى الليل البهيم. ورشي عطر حرفك في البوادي ضحا أو في دجى الليل البهيم. أطال الله عمرك حتى تزيدنا من هذا الجمال. أستاذ محمد العزيز جدا، شعرنا الجميل باعتقادك الشخصي وبشكل مباشر ودون محسنات بديعية كما تقولون أنتم الشعراء، هل ترى أن الشعراء في مجتمعاتهم فعلا يلعبون الدور الذي ينبغي عليهم أن يلعبوه ويقوموا بالمهام التي ينبغي عليهم القيام بها، أم أنهم مجتمع معتزل أو معزول؟ والله نوعا ما، يعني حاليا الجيل الجديد يعني بدأ يبتعد كثيرا عن الشعر العربي الفصيح، يحبون يعني اللهو والشعر الخفيف والشعر الرقص وما إلى ذلك. ولكن يعني كما تعلم يا أستاذ عمر، أنت يا مطر أنت شاعر، يعني نحن نظل
نظل نكافح ونحفر ونقدم الأفضل ما لدينا لننشئ هذه الأجيال ونغرس فيهم الحميد من الأخلاق. نعم. ومن الأخلاق الفاضلة الصبر، يعني يجب أن نعودهم على أن يصبروا على يعني كرب الحياة وعلى ضيق الحياة وصلف العيش. أقول: نهشت خطايا كواسر الأيام، وغزل المشيب ذوائبي وعظامي، لكن بي قلبا يشد عزائمي، انحل خطب جرني لأمامي، صلب لكل مكابر يوم اللقاء، ويذوب للنائين عند هيامي. يا سلام. ساحاتهم تلأت من الغالين، فيه محبة لأطايب وكرامي، وبه مكان نافع عن باقي الورى، واحتله من حبه متنامي، في كل يوم ترتقي درجاته، فإليه عظم تحيتي وسلامي. ما أجملها من تحية وما أرقه من سلام. أستاذ محمد، لماذا أردت الختام أن يكون بهذه الرقة؟ هل هي قفلة الشاعر المبدع أم أن فيها رسالة ما؟ والله يعني معظم القصائد الشعراء يعني لازم تحتوي على الحب والغزل. نعم. ولا نخلو يعني من حب زوجة أو أم أو بنت أو أخت. يعني جميل. هؤلاء يعني الورود أمامنا وحولنا في كل مسالك حياتنا. نعم. أحسنت يا أستاذ الله محمد. زم. عن فكرة الحب وكيف يفرض نفسه على محمد السادة في حياته الشخصية وكذلك في قصائده، من أجل يعني تجميل الحياة في أعين الناس، خصوصا المحرومين والمعذبين والمكسورين، ودور الشعر في جبر الخواطر. والله يعني أنا لا أستطيع أن أتحدث عن الشعراء الآخرين، ولكن عن نفسي أقول: حدثنا عن تجربتك. يعني لا بأس. هدل الحمام بلحن وجد شاكي، يا سلام، فأدار دولاب الزمان الحاكي. من جديد، متكرما متفضلا. هدل الحمام بلحن وجد شاكي، فأدار دولاب الزمان الحاكي، من بينهم طير أجادت شدوها، عزفت على وتر الفؤاد الباكي، ورقاء من لك باح سري في الهوى، ورقاء من باح من لك باح سري في الهوى، حتى مزجت بما أكن غناك، جاورت قصرك واللظى بتنفسي، فوشى النسيم بها وأخبر فاك، قد غاض في جرحي صداك، فيا ترى ترقينني أم تشتكين أساك، ذكرى نسيم ذعضعت أنفاسه، هزت فروع سواسن وأراك، ورمال همس أسكرت موجاتها، ثغرا يتمتم آه ما أحلاك، تيه على كل القدود تثنيا، وعلى الورود لذاذة بشذاك، همي ولو مثل الجبال يزيحه، منك ابتسام نبعه شفتاك، فتبسمي حتى وإن طال النوى، وتفاءلي بغد ينير فضاك، وتفاءلي بغد ينير فضاك، وتفاءلي بغد ينير فضاك. يعني هذا التفاؤل ودور الشاعر في بث التفاؤل في روح الشباب، ويعني محو فكرة اليأس من دواخلهم. حدثنا عن مهمة الشاعر بشكل عملي هنا ودوره. نعم. سبك الحروف نعمة به جمال فنها. يجب على الشاعر أن يعني يجيد أو يختار الكلمة التي تنتشر بين الأجيال. وأقول: قال جفني فزار طيف لقالي، آسر من بها خزان خيالي، قال هل لي من سهل عينك حظ، قلت أسعدت خافقي بوصالي، ذي دهاليز مهجتي بك تزهو، وفضاءات أحرفي وسجالي، بلغ الغالين اشتياقي فإني، لو قلوني أنا لهم لست قالي،
أيضا أحب أن أضيف هنا إضافة، يعني أن اللغة وخاصة في الشعر الفصيح، يعني نعم قد يكون الشعر العامي أو الشعر الزجلي الشعبي قد يقبل الكلمة المطوعة، يعني الشاعر هناك يطوع الكلمة، ولكن اللغة العربية لا تحتمل هذا التطويع. يجب على الشاعر في الفصيح أن يكون ملما باللغة والشعر وأوزانه وقواعد اللغة. في لغتنا الجميلة أقول فيها: سبك الحروف نعمة، به جمال فنها، عبيرها يبقى له تهفو القلوب والنهى، وتستلذ شهده إنس الدنا وجنها، في الضاد كل لفظة كدرة تكنها، وإن بدا لحن بها يغدو نشازا طنها، يا سلام، بالنثر والشعر ارتقت كتابها يعنها، عبر الدهور أغدقت ولا يزال خنها، به الكنوز لا يخيب فيه يوما ظنها. واسمح لي أيضا بقصيدة في أيضا اللغة العربية، هل عندك تفضل. وقت؟ يعني أقول: هي عذبة الألحان لا لحن بها، هي عذبة الألحان لا لحن بها، أزلية تهتانها دوما هطل، بكتاب من فطر السماء تنزلت وتناسقت أيكا، يجير المستظل رغم الحسود تألقت، وبجرسها في نشوة يسمو اللبيب وينفعل، وبرقة الشعر الفصيح تميزت، مستفعل يشدو ليصبح مستعل، وحروفها مثل النجوم وبوحها فيه المتيم، من صبابته ثمل وخيولها فوق الغيوم صهيلها، وحسامها بدم العدا دوما خضل، ستظل ترقى في العلا راياتها، وتظل نبراسا رفيعا مشتعل، وتظل نبراسا رفيعا مشتعل. وتظل نبراسا بهذا الجمال، بهذه الحكمة، بهذه الروح الطيبة، وبهذه الأشعار البسيطة في يعني لغتها العميقة في مدلولها ومضمونها أستاذ محمد. وهذا ما وددت أن أسألك عنه الآن، فكرة التقعير في اللغة أو التعقيد في طرح المفردات أو كتابة النصوص في نعم، مقابل البساطة التي تستوعب العمق أيضا، إلى أيهما تميل؟ تفضل حدثنا عن والله تجربتك في هذا. فعلا فعلا نحن في عصر يتطلب التحديث، والتحديث بالنسبة للكبار والشعراء الكبار، أقصد الكبار في السن، يعني التحديث يعني قد يكون أسهل عليهم من الشباب نعم الناشئة الذين ليس لديهم خلفية في الكلمة وما تعنيه نعم من معنى كبير. يعني الشاعر الكبير في السن قد يستوعب التحديث في فعلا الشعر والحداثة في الشعر، ولكن لا يستوعبها الشباب الناشئة. نعم، لكن الحداثة باللغة لا تعني الانسلاخ عن موروثنا صحيح. وعاداتنا وقيمنا وديننا. أنا لا أقصد اللغة نعم، أنا في أعلم نحو، أنك لا تقصد، ولكن أحببت أن لا أقصد النحو، أوطئ حتى تضيف. أنا لا أقصد النحو، يعني نعم لا أقصد اللغة من الناحية النحوية، أنا أقصد الصورة، تركيب الكلمة مع الكلمة نعم لاستنباط صورة، يعني مرة كتجربة مر بها الشاعر. الشباب لم يمر بهذه التجربة، نعم ولم يمر يعني عندما تقول مثلا الوجه كالبدر ربما يفهمونها، ولكن لما تأتي بيقول تقول مثلا: لا تأكل الليل، يعني كيف أكل الليل؟ يعني ماذا يقول هذا الشاعر؟ يعني فهمت ما أقصد، أن نعم يعني الكلمة الحديث أو التحديث والتجديد في الصورة الشعرية يعني يكون صعبا على الناشئة
وعلى الشباب. ويجب أن لا يكون كثيرا النفور، يجب أن لا يكون نافرا، يجب أن يكون متصالحا مع مختلف المستويات المختلفة فيما يتعلق بالتلقي. يجب أن يكون مرنا بالإرسال، إرسال الجملة الشعرية التي يعني تصل إلى الكثير، ولا مانع من أن يقول قصيدة، يعني صحيح، ولا مانع من أن يقول قصيدة لفئة معينة، نعم، ويقول قصيدة أخرى لفئة أخرى. لعل هذه الفكرة يعني اتضحت أستاذ محمد، لكنني أردت أن أوطئ وأنت تضيف. أقول لعل هذه الفكرة اتضحت. جئت بمعرض حديثك على مصطلح الحداثة، والحداثة هنا تقصد التحديث بالمشهد الشعري والاستفادة والانفتاح على تجارب الآخرين دون أن ننسلخ عن عقيدتنا وعاداتنا وتقاليدنا وموروثنا الذي نعتز به. يعني مثلا هناك يعني لما يختار شاعر عربي مسلم يعني كلمات مثلا ك مثلا ترانيم، يعني ترانيم يعني ليست في في في, في الروح المسلمة، نعم. يعني له يعني هي كلمة وموصوفة وموجودة، ولكن لا يستخدمونها. يعني هذا مثل بسيط يعني اللي أنا أقصده يعني. ولكن يعني الشعر عموما يعني هو شعور وتعبير عما يجيش به القلب، ولا بد أن ينشر الشاعر، أن ينشر المحبة و يعني بذور الأخوة والمحبة في الجذور الناشئة. أحسنت، وتصديقا والشمال. عمليا لنشرك هذه المحبة، تفضل أعطنا قصيدة. يا قاطعين حبال الوصل سامحكم رب العباد، ألا عن أهلكم فسلوا، إنا نخاف عليكم ما نحس به من حوبة الدهر، فالأيام ذي دول. وبكل لغات بكل اللغات أبوح لهم، كأن فصيح فمي أعجل، أقول نواكم يؤرقني، فكيف يزيد لا أعلم. يعني لابد أن ننشر هذه التغريدات البسيطة والخفيفة في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا أيضا من قبيل التكيف مع مقتضيات التقنية الحديثة وما تفرضه علينا ك يعني متابعين. سنخرج الآن إلى فاصل قصير أعزائنا المشاهدين، بعده نواصل ما تبقى من هذه الحلقة، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، وضيفنا من الدوحة في قطر الشاعر الجميل الأستاذ محمد السادة. أستاذ محمد، عن ثقافة الحب، وقد أوصانا بها ديننا، فدين الإسلام حث الناس على حب بعضهم بعضا، وكذلك الرأفة بالكائنات الأخرى، وهذا ما ينبغي أن يتخلق به الشاعر وغير الشاعر. صحيح. قالوا دعيت لمحفل الشعراء، يا سلام، من بين أقران من الفصحاء، فاختر لنفسك منزلا تعلو به بين البلابل صادحا بغنائي، وخلال أيام ستشهد جمعهم، فأردت قول قصيدة عصماء، فلعلني أرقى بها لسمائهم، فجميعهم بالشعر في العلياء، فبريت أقلامي وملت لدفتري، وبدأت أعلو في فسيح فضائي، برق ورعد ثم غيث صيب، روضات زهر أعشبت بيدائي، فإذا شجار فيه أصوات علت، قد دب بين الأم والأبناء. يا سلام، يا سلام. فتحولت روضات زهري بلقعا، وخرجت بعد الصلح والإرضاء، وذهبت نحو البحر أرقب موجه، عن عاتقي ألقي به أعبائي، قد يسمع الموج احتدام مشاعري، ويحن لي ويفيض بالآراء، ويزف لي ذكرى أساطير مضت، وطيوف من قد غاص من آبائي، وتقاطرت سحب القريض بخاطري،
وتقاطر الآتون حول الماء، أطفال تلعب والغناء قد اعتلى، فانهار صرح مشاعري وصفائي، فسللت نفسي هاربا ومفتشا عن بقعة تخلو من الغوغاء، ووجدتها في ركن مقهى قد خلت فيه المقاعد، قلت ذاك رجائي، فطلبت موكا كي تفيض قريحتي ويزين في ترتيبه إنشائي. بالفعل نط بأم رأسي مطلع، رددته فأصبت بالخيلاء، هل خلف الشعراء حرفا شاردا أم هل عرفت الربع بعد عنائي، فأردت خط بدايتي في رقعة بالنسخ أنقشها أو الطغراء، قد قص حبل الفكر شخص جاءني حيا وأبدى فرحة بلقائي، ما كنت أعرفه فقال بأننا يوما تقابلنا بحفل عشائي، ومضى يقص علي سيرة ذاته بطريقة تدعو للاستهزاء، بالكف يومئ كي يفسر قوله ويكاد حتى أن يشد ردائي، فسحبت نفسي قائلا لي موعد بالكاد وافق لي والاستجداء، وذهبت للبيت ابتغاء سكينة، وعلى السرير رغبت في استرخائي، فلعلني أصطاد معنى بارقا لكن صوتا جاء تحت غطائي، لما لم تمدد للصباح بسهرة أنست كما أنا فيه من أعيائي، صخب العيال وبعدها في وحدة فأجبت أنت سكينتي وهنائي. يا سلام. هيا البسي أحلى الثياب يتزيني حتى أهيم بعينك النجلائي، وأصف أبيات الجمال قلائدا من حول جيدك تزدهي للرائي، قالت بلا شك جننت فنم ولا توقظ شياطينا غفت بدمائي، فأطعت نمت وأحرفي نامت معي، أطبقت جفني راضيا بقضائي، ما كان صبحي أفضلا من ليلتي، فبه الزحام وكثرة الضوضاء، وبكل زاوية انتظار أنطوي لأقول بيتا فالزمان ورائي، الوقت يمضي والقريحة قد عصت، فدخلت بعد الفجر غار حرائي، فانثال وحي الشعر عظما في فمي، وتشبعت من فيضه أعضائي، قلت القصيدة واكتسبت تجاربا أن الخطوبة تحيق بالأحياء، فتهذب الفطن اللبيب إذا قست، بالحاء يطفئ جمرها والباء، بالحاء يطفئ جمرها والباء. يا سلام يا سلام، بورك بك أستاذ محمد. قد يقول قائل متسائل عن الغاية الشخصية من كتابة الشعر لدى محمد السادة، حدثنا عن غايتك، ما تطمح إليه، رسالتك الشخصية قبل الرسالة العامة التي هي مشتركة ما بين كل الشعراء أو الأغلبية، عن رسالتك الشخصية. لا شك الشاعر ليس شاعر عصره فقط، إنما شاعر عصره والعصور التي تأتي، وما تحدثنا فيه في هذه الحلقة عن تعدد الأغراض الشعرية في معظم المجالات، في حب الوطن وفي العتاب وفي حب اللغة وفي أيضا يعني معاتبة والحب العذري والغزلي وحب الغزل. يعني أنا لا أستسيغ الشعر الماجن، الشعر الذي يعري المرأة، يعني يجب أن يكون هناك حد يعني فاصل بين الشعر وبين الأخلاق الحميدة واللفظ الذرب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب كل بذيء، أو بما معنى هذا الحديث، يعني الشعر لا يكون بذيئا في لفظه، وكثيرون هم الشعراء الذين بذئوا في كلماتهم وفي ونشروا هذه البذاءة. أنا لا أحب هذا الأسلوب وهذا الشعر. أيضا أحب أن أسترجع أشعار السابقين، أشعار سواء كانوا في الجاهلية أو هناك معارضات أو محاورات شعرية عملتها لأحمد شوقي والعديد من الشعراء. يعني هناك محاورة أو يسموها معارضة
أو ماذا تسمون يعني القصيدة التي تكون على نفس. نحن الآن نريد قصيدة تكون ختامية في هذه الحلقة لأن الوقت أوشك يداهمنا ولم يتبقى من الوقت إلا القليل. إن شاء الله. تفضل أستاذ محمد، أسمعنا ما تود أن تختم به وكلنا إن شاء الله. هذه القصيدة أيضا هذه القصيدة عرضت بها معلقة لبيد بن الربيع العامري، وأيضا في نهايتها كما ذكرت يعني دعوة إلى الأخلاق الحميدة والفاضلة. لبيد بن ربيعة العامري يقول في معلقته: عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها. أقول عبثت لبيد بمهجة أسقامها، وغدا كبعد الفرقدين مرامها، سرت رئامك والنعام بطفلها، وقضت بروضي عينها ونعامها، دمن النوى بالجلهتين تجرمت، ذبلت أزاهرها وجف ثمامها، كل كلانا يا لبيد بحمله، ونفوسنا أجل حنين غرامها، عبر الزمان بعثت أصداء الجوى، فأهاجت الأشجان بي أنغامها، وطوت معلقة المدى وتسلقت، وسبى العكاظيين حسنا لامها، منها الحروف تقافزت وتوزعت بين الحجون فأشرقت أعلامها. أعد آخر ثلاثة أبيات تفضل. أقول: كل كلانا يا لبيد بحمله، ونفوسنا أجل حنين غرامها، عبر الزمان بعثت أصداء الجوى، فأهاجت الأشجان بي أنغامها، وطوت معلقة المدى وتسلقت، وسبى العكاظيين حسنا لامها، منها الحروف تقافزت وتوزعت بين الحجون فأشرقت أعلامها، وتألقت كعقود در سلسلت، وتمنطقت بنظارها آكامها. يا سلام. وتسربت في وبل غاد مدجن لسحائب متجاوب إرزامها، سحت على جلح الوهاد وأطفحت زبدا وسيلا فارتوت أنعامها. يا سلام. رزقت مرابيع النجوم وسندست روضات أنس ذعذعت أنسامها، وجل النسيم ضباب ذكرى قد خبت، عادت تجد سطورها أقلامها، نسجت حرير حكاية باحت بها للبدر أزهار الرضا وحمامها. يا سلام. في نصها وصل الأحبة ومضة تمضي وتبقى في الضلوع وشامها، للبعد فيها والتداني صولة فرضت على عشاقها أحكامها، حبب الهوى حف الكؤوس فأترعت، سارت بنبض المغرمين مدامها، ترقى النجوم نفوسهم إن يلتقوا، ويكاد يجثم في البعاد حمامها. عهد تصرم إن سرت ذكراهما بين الخواطر غردت أحلامها. الله. هي ذي الحياة لبيد تشرق ساعة وتعود تغتال المنى أيامها، العي يقبع راغبا في عودة فتفت صارم عزمه أعوامها، والحر يسرج في الغياهب مهره ويرودها مهما دجا إظلامها، يستشرف الآمال في آفاقها مهما علت وتعملقت أحجامها، تدنو المنى من كل صاحب همة وله تضيء من السماء أجرامها. كم ذا نهلت من الموارد صفوها، وشدت بليل الأنس لي آرامها، وهفت لنجوان النجوم وغدرها في ليلة شعت وغاب لآمها، قد كان للقمر اشتعال حولنا وانقد من درر النجوم نظامها، وبلحظة هجم الفراق بعنفه في ساعة منها انتهت أرقامها، حتى إذا من فض سامر جمعنا أشعلت نارا طاب لي إضرامها، أدني قراطيسي وأشذب ريشتي فيمور في شبابتي إلهامها، أشدو وأعزف للزمان مرددا لغة الخلود بسفرها إبهامها، فاغنم رحيق العيش
في قمة منها يا سلام. واحذر تعوقك في الدنا واحذر تعوقك في الدنا أوهامها، لا تبتئس إن جار دهرك بالنوى، فالفقد في هذه الحياة وسامها، واجنح لصبرك إن عرضتك مصيبة، فالصبر للمحن الجسام زمامها، واحفظ عن اللغو اللسان، فإنما يحدو النفوس إلى الجحيم كلامها، خذ بالعطاء بالمال أو بالطيب أو بالحلم، إن المنفقين كرامها، ودع التبسم في شفاهك بصمة تنزاح عنك من الحشاء آلامها، وتحل بالإقدام في فرص العلا، فالنفس يرفعها الثرى إقدامها، وصل القرابة إنما هلك الأولى نكرانها، فتقطعت أرحامها، وصن الوداد لمن تزين طيوفه، حق عليك إذا بدت إكرامها. الله، حق عليك إذا بدت إكرامها، حق عليك واذكر إذا لبيبا بدت إكرامها، واذكر لبيبا طاب وصلا عهده، بالخير تسقيه السماء وغمامها، بالخير تسقيه السماء دام وغمامها. هذا سقي الخير في صوتك العذب وفكرك النقي ناضح جمالا. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، دائما كن في شعر وخير لا ينقطع. أشكرك أستاذ مطر، وأشكر جميع مشاهدي قناة الرافدين. شكرا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، دائما كونوا في أمان الله.